اليوم بلاك نفاجئ بعض الإخوان، ولكن نقول يعني أن إذا كان الموسم الماضي فريق مدينة وهران كان من الأحسن، من أحسن الفرق يعني ميدانيا، ولكن كانت هناك ظروف قاسية. كمتتبع للبطولة شفت أنه يعني لو كانت هناك بعض الأمور بعض التسويات لكانت المولودية في أحسن حال، ولكن اليوم أظن بحكم هذه المعطيات اللي عندي، بحكم معرفتي لأمور البطولة، أظن في مقدورنا إن شاء الله ننافس يعني المراتب الأولية في البطولة، وهذا يعني كل غيور على فريق تاعه في المولودية يقول لك حنا مولودية قادرين نديروا. أظن يعني إذا كان ما تلميناش وإذا كان يعني ما عطيناش القوة اللازمة لهذا الفريق، خاصنا يعني نتلموا باش نقدر نقولوا أنه الفريق في مقدوره، وهذه يعني سنين عديدة الفريق مولودية يعاني. نظن ما عنديش عصا سحرية هنا باش ندير، ولكن ما واش عندي يعني القلب الصافي اللي جيت به الوهران والنية الصافية والعمل وسنين تجارب هذه، أظن نوضوها نحطوها في مصلحة الفريق. أظن أن فريق كمولودية وهران يستاهل يعني باش يكون دائما في الأمام.